مساكم الله بالخير متابعينا من كل مكان. حلقة جديدة يقدمها لكم موتوريستا، معي أنا أختكم لينا خالد عبد الرحمن. اليوم مثل ما تشوفون تحديدا نقدم لكم هذه الحلقة الحصرية من الجبل الأخضر محافظة الداخلية ولاية نزوة. مثل ما تشوفون الأجواء الحلوة، والجبل الأخضر يعتبر من أهم المناطق السياحية اللي كلكم لازم تزورونها بعمان. ليش؟ لأنكم راح تحصلون بالجبل الأخضر أشياء أتوقع أنه ما موجودة في أي مكان ثاني. مثل ما تشوفون الطبيعة الحلوة والخضرة الجميلة وبعد المناظر اللي راح تأسر قلوبكم. ارتفاع الجبل تقريبا 3000 متر من الأرض لما توصلون الجبل، وبعده عن مسقط 170 كيلو متر، يعني يعتبر بعيد نوعا ما، ولكن حقيقي يستاهل أنكم تجونا. اليوم معنا وحش جديد راح يقدمه لكم ام جي، وهذا الوحش ده منه وصل لهذه النقطة معنى هذا الكلام أنه حقيقي شيء قوي. خلينا نروح الحين مع بعض ونستكشف مواصفات الوحش الجديد المقدم من MG RX8. انزين نبدأ معاكم من واجهة السيارة. مثل ما تشوفونها الشبك المتعارف عليه، ولكن إذا تلاحظون أن في الـ RX8 الشبك شوي يكون أضخم من الموديلات الثانية، لأن أصلاً السيارة 7 مقاعد، يعني تعتبر سيارة ضخمة وتعتبر أيضاً من أعلى فئات الـ MG اللي عندهم في الوكالة. بالنسبة للواجهة الأمامية اللي تات زينون LED المتعارف عليه عادة في MG، وأتوقع أن فيها عدسة راقصة إذا ما خاب ظني، لأن لما تفتحون السيارة يجي معاكم الليت شوية بشكل مزدوج، فهذه أيضا من الأشياء اللي تعطي السيارة انسيابية وجمالية في الشارع. إذا نتكلم عن قوة محرك السيارة 220، أما بالنسبة لعزم السيارة 320. طبعا السيارة عليها توربو، ما تصرف معاكم واجد بترول، يعني أنا جاية من مسقط للجبل الأخضر ما عبيتها حتى فل، يعني معنى هذا الكلام أن السيارة ما تصرف معاكم بترول، مع أن عليها 4 wheel و2 wheel. طبعا السيارة تجيكم 4 سلندر، الجير اللي عليها 6 سرعات. طبعا السيارة عليها كاميرا 360 درجة تبين لكم السيارة من كل الاتجاهات والزوايا، غير الحساسات الأمامية وأيضا الحساسات الخلفية للسيارة. غير إذا تلاحظون أن معانا في البونيت فتحات بونيت، لكن أتوقع أن فتحات البونيت فقط للشكل، يعني فتحات غير مفعلة للهواء. طبعا السيارة متوفرة معكم 5 ألوان غير هذا البني، عندكم بعد 4 ألوان، غير أن الجلد الداخلي للسيارة بعد تقدرون تتحكمون فيه، في عندكم أكثر من لون، هذا يساعدكم أكثر على الاختيار عشان تختارون اللون المناسب اللي يناسبكم في السيارة. بعد عندكم الرنجات تكون من الألمنيوم، وتحديدا اختاروا أن الرنجات تكون من الألمنيوم علشان تناسب شكل السيارة، لأن إذا تلاحظون اللون الغالب على السيارة في كل الزوايد والكماليات هم مختارين الألمنيوم أو بشكل عام اللون الكروم. فنفس الشيء لون الرنجات معاكم باللون الكروم عشان يعطيها أكثر فخامة في الشارع. الـ RX8 هذه المرة من الـ MG كان تصميمها حقيقي جدا قوي، لأن في أكثر من شيء ملفت للنظر في السيارة. يعني خذوا عندكم هذه السيارة، هذه تدخل معاكم الماي لين 800 ملي، انتم متخيلين ان يعني تمشون فيها في الجبال في الرمال وحتى في الماي السيارة تستوعب معاكم هذا الموضوع.
الشيء الثاني المميز اللي أنا أشوفه بعد واجد يميز السيارة ويعتبر غريب نوعا ما، إن السيارة ما عليها شاصي السيارات العادية، وإنما عليها شاصي الشاحنات الكبيرة. معنى هذا الكلام إن لا سمح الله إذا صار حادث ولا شيء بالشارع ترى الشاصي ينزل معاكم تحت، وهذا يزيد لكم من السيفتي اللي بالسيارة. الحين خلونا نروح مع بعض نستكشف باقي مواصفات الـ RX8 اللي موجودة اليوم معانا في برنامج موتورست. نروح مع بعض. RX8 التصميم الداخلي مثل ما تشوفون تصميم واجد واجد فخم يا جماعة، بداية من لون الجلد، اللون البيج معروف انه لون الفخامة، مع انه في نقشة حلوة على الجلد بالخيوط البيضة. هم عندكم هذا الجانب مع الشاشة، عندكم لون الكروم مع النقش مع اللون الجلد، واجد شكله حلو. الشاشة معاكم تجي 10.1 انش، الرؤية واجد راح تكون مناسبة بالنسبة لان السيارة فيها 7 مقاعد، اذا رؤية الشاشة بالنسبة للركاب واجد راح تكون سهلة ومريحة. عندكم فتحات التهوئة تجيكم بالشكل العرضي. بعد السيارة معاكم فيها شاحن بلوتوث، يعني مجرد انك تحط تلفونك السيارة تشحن لك تلفونك بدون واير بدون شيء، تدعم معاكم الابل كار، تدعم معاكم الاندرويد، غير ان فيها بانوراما كامل للسيارة. والستيرنج واجد يعني تصميمه بسيط، ما واجد معقد، بس في ازرار التحكم في الشاشه وازرار التحكم في تلفونكم اذا شابكينه على الشاشه، طبعا الشاشه باللمس. عندكم بعد ازرار تقدرون تتحكمون في الشاشه اذا ما حابين تتحكمون باللمس ولا شيء. طبعا السياره معاكم بعد فيها مثبت للسرعه، وفيها 37 مساحه تخزين ذكيه، وهذه تعتبر من اكثر الاشياء المميزه في الار اكس 8 هذا الجانب. بس في مساحه تخزين معاكم في الجير مثل ما قلت لكم 6 سرعات، هذا الجانب معاكم تقدرون تتحكمون من خلاله في وضعيات القيادة اللي تناسبكم وتناسب السيارة. الأوتو طبعا معروف ان السيارة هي اللي تحدد لكم الوضع المناسب، او حتى وضعية السنو، هذه الوضعية اللي تشغلونها في الثلج. عندكم وضعية السبورت عشان تحولون السيارة الى سيارة رياضية، وبعد السيارة نسيت اخبركم ان عليها توربو بالمناسبة. وعندكم اخر وضعية، وضعية الأوفرود. هذا كان التصميم الداخلي باختصار شديد للسيارة، واجد بصراحة أشوفها مرتبة وفخمة، وأشوف أن فازوا الام جي بهذا التصميم تحديدا لهذه الفئة من السيارات، لأن التصميم حقيقي واجد فخم. هذا الجانب من الـ RX8 مثل ما تشوفون، شعر الـ MG كروم مع أسود. عندكم الليتات فيها خط كذا بعد باللون الكروم، مع الكروم اللي موجود تقريبا في أغلب زوايا السيارة. الليتات شكلها واجد حلو مع شكل السيارة، يعني شكل السيارة نقدر نقول عنه واجد فخم بالطريق، لأن شكلها متناسق، يعني ما تحسون أنه يعني في ألوان ما متناسقة أو أن شكلها غريب، بالعكس واجد فيها هذه اللمسة اللي تعطيكم انسيابية مع السيارات الثانية. شيء ثاني إذا أتكلم عن مساحة التخزين، شوفوا مساحة التخزين تجيكم بشكل أوتوماتيكي، يعني تقدرون تفتحون مساحة التخزين بهذا الشكل، واجد كبيرة المساحة لأن عندكم السيتين اللي وراء إذا تكسفونهم تطلع عندكم يعني توتل المساحة 2178، يعني واجد راح تكفي معاكم وتوفي من حيث احتياجاتكم وبعد أغراضكم اللي تاخذونها عاد وانتوا طالعين الرحلة، وانتوا رايحين تخيموا، وانتوا رايحين أي مكان، كل شيء راح يعني يكون معاكم في السيارة، ما راح تحتاجون سيارة ثانية تحطون فيها الأغراض. ولكن السيارة واجد عليها مواصفات حلوة وتحتاجونها مقارنة بالسعر اللي أقدر أقول عنه بصراحة مثالي، لأن السعر واجد واجد راح يعجبكم. الشيء الثاني اللي واجد حلو ويميز الـ MG عن باقي الوكالات، إن MG توفر لكم ضمان مصنع 6 سنوات أو حتى كل 200,000، فهذا العرض القوي ما أتوقع راح تحصلونه في أي وكالة ثانية غير وكالة الـ MG. أخيرا وليس آخرا، ودائما أقولكم أخيرا وليس آخرا لأن نحن نوصل لنهاية الحلقة، ولكن مو نهاية موتوريستا. موتوريستا دائما يطلع عليكم كل أسبوع بجولة مختلفة من مكان مختلف، ويقدم لكم شيء بعد مختلف، فلا تنسوا دائما تتابعونا في موتوريستا، وبعد تخبرونا كل آرائكم تحت كل فيديو ننزل لكم. تقبلوا تحياتي، أنا أخذكم لينا خالد عبد الرحمن، واجد استانست اليوم في الجولة معاكم من الجبل الأخضر ومع الـ RX8 من
MG، وإن شاء الله في الحلقات القادمة نقدم لكم أشياء أكثر وتسعدكم أكثر وأكثر. تقبلوا تحياتي من موتوريستا، وإن شاء الله أشوفكم على خير في الحلقات الجاية. مع السلامة.